مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن. كانت مصر النهاردة تترأس هذه اللجنة. وزير الخارجية النهاردة اتكلم عن اللي حصل في نقابة صحفيين واتكلم عن هذا الأمر، وقال بشكل واضح أمام الاجتماع مجلس الأمن، قال إنه اللي حصل في النقابة إنه كان فيها عناصر داخل النقابة بتحرض على اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال كده ده وزير خارجية في اجتماع مجلس الأمن، مش بنقوله على القهوة. إذن احنا بنتكلم في أمر النقابة عليها إنها تعرف أبعاد هذا الموضوع لآخره، أبعاد الخطر اللي النقابة عملته. أنا بقول الخطر والمشكلة الكبيرة جدا اللي النقابة عملتها، لأنه التاريخ في حياتنا ما هيحصل ولا حصل ولا هيحصل بعد كده إن النقطة دي السودة في المجلس ده، النقطة دي من بقول لحضراتكم لم تحدث. بيتكلم في مجلس الأمن على إنه داخل نقابة تم إيواء ناس بيحرضوا على اغتيال رئيس الجمهورية، واحنا النهارده بنتكلم مين دخل، مين عمل، مين سوى، مين جاب، مين عمل. دي المهزلة. هسمحوا لكم بعد شوية، بعد شوية سمعكم ماذا قال وزير الخارجية أمام أو في ترأس مصر لاجتماع مجلس الأمن الخاص بمكافحة الإرهاب. خلينا النهاردة وعلى موقع صدى البلد، وبشكر زملائي في صدى البلد أحمد صبري وكل زملائي، شوف بس حاجة كده يعني مبشرة، حاجة لطيفة يعني، مبقاش كل الدنيا غم وغم وغم. النهاردة طبعا العاصمة الإدارية الجديدة وبدء حفر الحي السكني اللي هيكون في العاصمة الإدارية الجديدة، نشوف طبعا بدء عمليات الإنشاءات وتجهيزات بتتم طبعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة. نشوف مع بعض هذا الفيديو ثم أعود لحضراتكم. نتابع مع بعض الهاشتاج مصر لن تحت